السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ابراهيم اسامة في فيديو جديد. الفيديو ده ان شاء الله هيكون تجربة جديدة بالاويل باستل في سلسلة فيديوهات تعليم الرسم بالاويل باستل. الفيديو ده هيكون تطبيق ان شاء الله على تكوين طبيعة صامتة هنعمله بالاويل باستل، وهيكون معانا ضيوف في الفيديو دوت. انا ما بتكلمش عن حياتي الشخصية في العموم، بس النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حياتي الشخصية كده في جانب من جوانب. هيبقى معانا ضيوف هنرحب بيهم كده ان شاء الله، مش هنشوفهم تاني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. زي كالعاده انا برسم الاوتلاين قصاكم في اغلب الاحوال. لو الرسمه في معقده شويه وهتاخد وقت كتير في الاوتلاين، بضطر ان انا ارسمها قبل الفيديو وبعد كده اطبعها تبقى جاهزه على الورقه على طول. زي ما احنا عرفنا قبل كده ازاي نطبع البورتريهات او ازاي نطبع الصور، او ازاي اللي احنا نرسم صور من غير ما الورقه تتبهدل. طبعا كلمة طباعة في ناس كتير هتفهمها غلط، لا احنا في الطباعة احنا بنرسم وبعد كده بنطبع في ورقة جديدة عشان الورقة ما تكونش متبهدلة. زي ما انتوا شايفين كده انا بمسح كتير، فطبيعي الورقة ممكن تتبهدل. الادوات اللي احنا نستخدمها سكوتش زي ما انتوا شايفين، انا مسكت السكوتش وموته الاول في هدومي وبعد كده بدأت اللي انا الزق بيه، وهنشوف عواقب السكوتش القوي اللي زي دوت ايه بالظبط في اخر الفيديو. هنشوف بعينينا العواقب وهنشوف مميزات ان احنا نشتغل على ورق يكون محمل كده وتقيل زي الكانسون ال 300 جرام اللي انا مستخدمه في الفيديو ده. في الفيديو ده انا مستخدم كانسون 300 جرام خشن عشان الورقه تستقبل مني لون براحتها. انا فصلت الارضيه عن الخلفيه عشان الالوان ما تدخلش في بعضيها. الالوان اللي احنا نستخدمها او الادوات اللي احنا نستخدمها دونجا اي 24 لون، صوابع تخينه وصوابع رفيعه وبونشو رفيعه، وفي علبه الالوان الاطفال اللي انا جبتها ديت هجربها برضو، وترابنتين، وادوات التسيح هتكون سلكات ودن ومناديل المطبخ. علبه الالوان الاطفال ديت انا قلت اجربها كده زي ما انتم شايفين، انا بجربها بس في الارضيه قلت اشوف ظروفها. لقيتها للاسف هي رخيصه نسبيا بالنسبه لباقي الالوان، بس لقيت للاسف الالوان بتاعتها باهته، فما رضيتش ان انا استخدمها كتير في الرسمه، وهتشوفوا انا هعمل فيها ايه في اخر الفيديو. بالنسبه للدونجا انا استخدمت الدونجا التخينه في الفيديوهات اللي فاتت، فالفيديو دوت احنا هنستخدم الدونجا التخينه، الدونجا التخينه والدونجا الرفيعه. الصوابع زي ما انتوا شايفين فوق كده صوابع تخينة، واللي على الشمال صوابع رفيعة، والألوان اللي على اليمين هي البونشو 48 لون اللي أنا جبت سيرتها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. زي ما انتوا شايفين أنا هبدأ اللي أنا لون بحطة أرضية، وبعد كده بدأت اللي أنا أحط الألوان، بعد كده هبدأ اللي أنا أسيح بالمناديل المطبخ. طبعا لما بسيح بيملى مسام الورق وكل حاجة، بس في أماكن بتبدأ اللي هي تبهت. بمسك سلكة الودن وببدأ اللي أنا أشتغل في الأماكن الدقيقة شوية، وبمسك سلكة الودن وبعد ما بحطها في الترابنتين وببدأ اشتغل على الحواف بتاعت الرسمة بتاعتي. والعملية دي انا هقوم بيها في كل تقريبا التكوين. بعد كده ببدأ ان انا احط طبقات فوق بعضيها، ومش هسيح بعد كده بالمنديل خلاص، انا هسيح اللون باللون اللي تحتيه، اللون سوري هسيح اللون باللون اللي فوقيه على طول. الخلفية مش هيبقى فيها شغل كتير خالص، انا بشتغل بالبني المحمر والبني الغامق والاوكرا عشان الاماكن الفاتحة شوية، وخصوصا ان هي مدية تأثير خشب شوية. مجرد ما انت بتضغط على اللون فانت كده خلاص بتملى مسام الورقه، فمش يفضل ان انت تضغط على اللون طول ما انت مش متاكد من درجه اللون اللي انت حاططها، فانت يفضل ان انت تشتغل بالراحه لحد ما تتاكد من درجه اللون اللي انت حاططها. في اغلب الاحوال في السوفت في الالوان الاويل باستل انت بتحط الهاف تون بتاعك او بتحط الدرجه الوسط بتاعتك في الرسمه اللي الرسمه محتاجاها، وبعد كده بتسيح وبعد كده بتبدا ان انت تدي عمق زي ما انا بعمل دلوقتي. بشتغل بالبني الغامق، وهبدا برضو ان انا اشتغل بالاسود في الاماكن الغامقه خالص. يبقى انت بتحط الهاف تون بتاعك وبعد كده بتبدا ان انت تحط الحاجات الالوان بقى الفاتحه شويه. ممكن تعمل الوان الفاتحه الاول وبعد كده الهاف تون، بعد كده بتبدا ان انت تشتغل الغوامق. ايا إن كان انت هتلاقي الاسلوب اللي انت هتتبعه، انت هتلاقي نفسك اتعودت عليه لوحدك من غير ما انا القنه لك، يعني هتلاقي نفسك الموضوع بقى سهل بالنسبه لك. انا في اغلب الاحوال بستخدم الهاف تون الاول، بعد كده بحط الاماكن الغامقه الالوان الغامقه،
وبعد كده بسيحها تاني بلاف تون، وبعد كده في الاخر برجع اعمل الاماكن الفاتحه. الكلام دوت لو في اماكن غامقه جامد واماكن فاتحه جامد. اما لو الرسمه زي مثلا هنشوف كمان شويه في التفاحه وفي حاجات زي كده، فانا هبدا ان انا احط الاماكن الفاتحه واحده واحده واغمقها واحده واحده. بس لو الاماكن زي الخلفيه فيها اماكن غامقه جامد واماكن فاتحه جامد، بضطر ان انا استخدم الهاف تون. بعد كده بحط الاماكن غامقه جامد، وبعد كده برجع سايحه تاني بالهاف تون، وبعد كده بعمل اضاءات. وهتلاقوني عملت كده برضو في الفازه ان شاء الله في نهايه الفيديو. طبيعه الحال انت لما بتيجي تشتغل طبيعه صامته او لما بتيجي تشتغل اي تكوين، لازم تعمل الخلفيه بتاعتك الاول، عشان لون الخلفيه بيبقى داخل هو هيأثر تأثير تام على الباقي التكوين. فانت بتعمل الخلفية بتاعتك الاول، بتعمل الارضية بتاعتك الاول، وبعد كده بتبدأ ان انت تشتغل على العناصر. بتشتغل على عناصر الفتحة الاول او الغامق الاول، مش هتفرق، بس يفضل في اغلب الاحوال ان انت تستخدم او تشتغل العناصر البعيدة الاول قبل ما تشتغل عناصر قريبة. بس انا في الظرف دوت في الاويل باستل ما كانش ينفع ان انا اشتغل زي ما قلت لكم كده. انا بستخدم السلكتور ودن بعد ما بسقطها في الترابنتين، بستخدمها في اللي انا اشتغل في الحواف بتاعه الرسمه زي ما قلت لكم من شويه. انا في طبيعه الحال اويل باستل ما كانش ينفع ان انا استخدم الفازه الاول عشان او اشتغل الفازه الاول عشان قبل التفاح، عشان الفازه غامقه فما كانش ينفع ان انا اشتغلها الاول، عشان كنت ممكن وانا بشتغل في التفاح اخد من اللون بتاع الفازه وادخل على التفاح وابوظ الدنيا. ففي كل الاحوال انا بس بشتغل البعيد الاول، وبعد كده ببدا ان انا اشتغل القريب. ببدا ان انا اشتغل في الارضيه بقى زي ما احنا اتفقنا، بحط الهاف تون بتاعي، وببدا بعد كده ببدا ان انا اشتغل في الظلال بتاعه التفاح وبتاعه الكمثرى. وبعد كده هبدأ أمسك لون فاتح شوية نسبيا من بالنسبة للون اللي أنا استخدمته في الأرضية، وهبدأ إن أنا أسيح كل الأرضية ديت. وأنا عامة أنا بطلت إن أنا أو مش هلجأ إن أنا أسيح بالمنديل أو بأي أداة تسيح دلوقتي، أنا هسيح اللون باللون اللي هيتحط فوقيه. طبعا نرحب في الفيديو دوت بليلى إبراهيم أسامة وبمالك إبراهيم أسامة. طبعا اول عضو معانا في الفيديو ده او ضيف معانا في الفيديو ده هي ليلى ابراهيم اسامه. زي ما انتم شايفين كده هي بتعلمني المفروض هعمل ايه بالظبط، وامسك سلكت الودن وهعمل بيها ايه فين بالظبط، وبترتب لي الالوان زي ما انتم هتشوفوا برضو كمان شويه هتقعد ترتب في الالوان او هتبوظها ايهما اقرب يعني. ببدا ان انا بقى اسيح الالوان بالالوان اللي فوقيها وهكذا. انا لو انتوا خدتوا بالكم ان انا عملت الظل الاول قبل ما ابدا ان انا نعم الارضيه، عشان لو كنت نعمت الارضيه باللون الافتح اللي انا زي ما انا عملت الارضيه من علمين كده، ما كان ممكن الظل ده ما يبقاش واخد حقه، عشان الاويل باستل الى حد ما الطبقات الكتير الطبقه الاخيره ما بتقبلش كتير، فكان ممكن اللون ما ياخدش حقه. فانا اضطريت ان انا اعمل الظل الاول، وبعد كده رحت عملت ال رحت نعمت الارضيه بقى. معلش انتوا هتلاقوها دخلت كتير في الفيديو معانا، وهتلاقي سيحت وكانت بتظبط لي الالوان وبترتبها لي وبتعرفني شغلي يعني. ده اول فيديو انا صوره وهم صاحيين. في اغلب الاحوال يا جماعه انا بصور بعد ما اولادي يناموا، بعد ما اليوم يخلص خالص، عشان كده انا مش بصور كتير، مش بصور فيديوهات كتير. ده بس السبب الموضوع ده ان انا بشتغل طول النهار، وبعد كده برجع بقعد مع الاولاد شويه، وبعد كده بستناهم يناموا او انا بنيمهم. فعقبال ما بيناموا بيبقى الساعه 10:30 11 بالليل، فما بقدرش ان انا اصور. هنكمل بقى كلام في المواضيع الشخصيه دي بس بعد ما نشوف احنا هنعمل ايه في التفاحه. زي ما انتم شايفين انا مسكت اللون الابيض وعملت لسعات الاضاءه بتاعتي الاول. الفكره في الموضوع دوت ان انا بحجز مكان الاضاءه، بحجز لها مكان. بعد كده ببدا زي ما قلت لكم كمان من شويه زي ما قلت لكم من شويه في موضوع الخلفيه. هنا انا ببدا ان انا احط الفواتح واغمقها واحده 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 زي ما انا محتاج واحده واحده. غير الخلفيه انا حطيت الهاف تون، وبعد كده اشتغلت الغوامق، وبعد كده سيحت في الهاف تون
الغوامق بالهاف تون، وبعد كده رجعت لعملت الفواتح. لا، في اللي انتوا شايفينه دلوقتي انا بشتغل فواتح وببدأ اللي انا اغمقها واحده واحده. اه، للعلم برضو بالشيء يا جماعه، السبب التاني اللي انا ما بصورش فيديوهات كتير ان انا بصور اغلب الفيديوهات وانا واقف على رجلي مش قاعد. اغلب الفيديوهات انا بصورها وانا واقف، فطبيعي ان الفيديو يعني الصوره ديت قعدت حوالي 3 ساعات اوت لاين وتلوين وكل حاجه، فطبيعي ان الفيديو هيبقى مهلك بالنسبه لي جدا، مهلك بدنيا بعيدا عن ذهنيا بعيدا عن اي حاجه، مهلك بالنسبه لي. انا اول مره اصور الاولاد صاحيين، ودي كانت اول تجربه، يعني الضيفه الاولانيه لينا هتكون ليلى، والضيفه في اخر الفيديو ان شاء الله اللي هيبوظ الرسمه خالص هيكون مالك. انا اول مره اصور هم صاحيين، قلت لازم اكسر الموضوع دوت، او لازم ان انا اجرب ان انا اصور هم صاحيين واشوف العواقب هتبقى شكلها عامل ازاي، ونشوف مع بعض العواقب بقى اللي هيكون نتج عن ان انا اصور هم صاحيين شكلها عامل ازاي، عشان تعرفوا بس كم المعاناة اللي الواحد ممكن يخوضها عشان يصور بس فيديو واحد. والناس بتعاتب او بتلوم ان النتاج بتاع القناة مش كتير، واضطريت ان انا ألجأ لناس كتير يعني غيري ينزلوا فيديوهات على القناة عشان يعوضوا نقص الفيديوهات دوت. زي ما انتوا شايفين بدأت ان انا احط الوان كتير جنب بعضها، ببدأ ان انا اسيحهم في بعض. طبعا زي ما انتوا شايفين برضو ليلى على اليمين بتبوظ الالوان وبعد كده ترتبها، فاحنا ايه ما تركزوش معايا كتير، ركزوا في الرسمه. ببدا ان انا اسيح الالوان بالالوان اللي فوقيها، كل مره احط لون هسيحه بالالوان اللي فوقيها، ما بسيحش باداه تسييح غير في الاطراف بس اللي ممكن استخدم فيها ادوات التسييح. بالنسبة للأدوات ديت، أو بالنسبة لمعظم الأدوات اللي أنا بشتغل بيها مؤخرا في الفيديوهات، هي موجودة في مكتبة مجدي، هتلاقوا اللينك بتاع المكتبة، بتاع الأكاونت بتاع الإنستجرام بتاع المكتبة في الديسكريبشن بوكس تحت. الأسعارهم كويسة جدا، والمنتجات على ضمانتي الشخصية في أغلب الأحوال. ولو حابب اللي أنت تسألني عن المنتج قبل ما تشتريه، أنا ما عنديش أي مشكلة، اسألني عليه وأنا أقولك رأيي بكل حيادية. أنا مش يعني انا مش مستفاد من حاجة غير ان انا اوصلكم بحاجة يبقى المنتج بتاعها نظيف ومضمون بس، مش اكتر. يعني زي ما انا جبت سيرة مكتبات كتير، فالمكتبة ديت الى حد ما اسعارها كويسة جدا وادواتها مضمونة جدا، يعني اغلب الادوات اللي انا بشتغل بيها موجودة هناك. في الرسمة ديت انا ما سيحتش كتير بالترابنتين، ان شاء الله في المستقبل هنبدأ ان احنا نسيح بالترابنتين وندي بقى تأثير اللي هي تبقى الوان زيت اكتر ما هي الوان اويل باستل، ونبدأ نستفاد او نبدأ ننظر للالوان ديت بنظرة مختلفة عن اللي احنا كنا بنبص لها قبل كده، اللي هي مجرد الوان اطفال او الوان ما بيطلعش ناتج او. وهنبدأ ان احنا ندخل الالوان الخشب مع الالوان الاويل باستل، ونبدأ ان احنا نعمل كده كولكشنات شكلها حلو. انا ههتم الفتره الجايه والفتره اللي فاتت بقى لي فتره مهتم بالاويل باستل، وههتم الفتره الجايه بالاويل باستل، بحيث ان الفيديوهات بتاعتي بصراحه انا حابب ان هي تكون هي الفيديوهات تقريبا الوحيده اللي بتتكلم عن اويل باستل في الوطن العربي. انا جربت اعمل سيرش للاسف ما لقيتش فيديوهات كتير، فقلت ان هو ما دام ما فيش فيديوهات كتير استغل الموضوع ان انا اطلع لكم كل اللي انا اعرفه في الخامه وحببكم في الخامة، ويكون المشاهدين او المتابعين ليا في القناة هم اكتر ناس او اوائل الناس اللي تشتغل بالخامة ديت بشكل احترافي شوية في الوطن العربي. طبعا اعذريني على كمية الدوشة اللي حصلت في الفيديو، موضوع الستاند بيتحرك، موضوع الالوان ليلى بتلعب فيها، بس يعني لو حابين الفيديوهات يعني ما عندكمش مشكلة في الموضوع ان انا اصور وهم صاحيين والدنيا تتبهدل زي ما احنا شايفين كده، انا ما عنديش مشكلة خالص ان انا اصور في المستقبل وهم صاحيين بصراحة، يعني ده هيوفر عليا كتير جدا جدا يعني.
طيب اخر او من اهم المعلومات اللي احنا هنتكلم عليها بخصوص الادوات، طبعا انتوا شايفين الدونجا ايه اللي فوق، الصوابع تخينه، وشايفين الدونجا ايه اللي على الشمال، الصوابع رفيعه. الصوابع الرفيعه ايه الفرق بينها وبين الصوابع التخينه؟ الصوابع الرفيعه انعم اطرى من الصوابع التخينه، بس فيها عيب فظيع. العلبه اللي على الشمال اللي انتوا شايفينها دي كانت جديده على فكره، يعني انا فتحتها في اللوحه ديت. طبعا زي ما انتوا شايفين في كذا صباع اتكسر. العلبه دي للاسف عيب الدونجا الرفيعه ان الصوابع لو ضغطت عليها اكتر من المطلوب هتتكسر بسهوله، غير الصوابع التخينه. فانت ممكن تبدا اللي انت تشتغل بيها في التفاصيل الصغيره، ما تعملش زي ما انا عملت كده واشتغلت بيها في المساحات الواسعه وضغطت عليها جامد. فلما ضغطت عليها جامد الصوابع معظمها التنى. معلش ليلى بتعرفني شغلي وبتسيح. ايوه بص زي ما انتوا شايفين كده، يعني ابن الوز عوام هتسيح. زي ما انتوا شايفين انا بحط لسعة الاضاءة الاول، بعد كده بحط الهاف تون بتاعي، وبعد كده ببدأ ان انا اشتغل الغوامق جنبيها، وبعد كده ببدأ ان انا ادمجهم في بعض بألوان يعني تقدر تقول هي متوسطة بين الاتنين عشان ما يعملش نقلة في اللون. بدور على لون يبقى متوسط بين الدرجة الفاتحة والدرجة الغامقة عشان ما يعملش نقلة في اللون من غامق لفاتح على طول. طبعا هي ليها نظرة فنية وبتديني اللون عشان تعرفني وبترتب الألوان. أنا غلطت وحطيت لون هنا مكان هنا، فهي بترتبه زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي مشغلة اسيستنت ليا في الفيديوهات إن شاء الله في المستقبل، يعني ربنا يستر. يعني طبعا اللي انا بعمله دوت ملوش علاقه خالص باسلوبي اللي انا متبعه في معظم الفيديوهات، اللي انا بشتغل شغل توزيع كتل ضوء وظل. النصيحه في موضوع الالوان يا جماعه، معلش هنركز بس في الفازه وانا بتكلم عشان الفازه مهمه جدا. انا حطيت زي ما انتم شايفين كده البني، وبعد كده حطيت الاسود جنبيها، وبعد كده سيحت الاتنين ببعض ببني تاني. ده اللي انا حكيت عليه في الخلفيه لو تفتكروا. في اغلب الاحوال انا بس يعني بحب الحاجه تبقى متفنشه، بحب الحاجه تبقى ناعمه، بحب الحاجه تبقى باينه واقعيه. في الالوان الاول بس على الاقل في البدايه، يعني في البدايه زي ما احنا شايفين او زي ما احنا هنشتغل في بدايه الفيديوهات، مش هخلي الحاجه واقعيه خالص. هخلي الحاجه اهم حاجه عندي توزيع ضوء وظل، وبعد كده رقم اتنين الالوان نفسها. بمعنى ان في فنانين وخصوصا المبتدئين بيهتم باللون على حساب الكتل الكتل توزيع الضوء والظل، كتل الضوء والظل. بمعنى ان هم بيهتموا باللون جامد بس مش مهم الحاجه تبقى مجسمه، وده غلطه بيقع فيها ناس كتير جدا. زي ما انتم شايفين كده العضو الجديد بتاعنا مالك كان بيتعرف على الالوان، وهيبدا اللي هو يالف في الالوان، في يالف في ادوات التسيح، وهيبدا اللي هو يغمز بقى في الرسمه، يعني يشتغل في الخلفية شوية، وبعد كده في الكمثرى، وبعد كده يعني هيبدأ اللي هو يغمز زي ما انتوا شايفين كده. ف ده معظم الغلطات اللي بيقع فيها الناس في موضوع الألوان خصوصا المبتدئين، اللي هو بيهتم باللون على حساب الضوء والظل. طب انت عايز اللي انت تتجنب حاجة زي كده او تراجع لنفسك حاجة زي كده، هتراجعها ازاي؟ هتراجعها عن طريق حاجة بسيطة جدا، ان انت طول يبقى معاك نسخة من الرسمة اللي انت شغال بيها ابيض واسود. يعني انت لو الرسمة الوان هيبقى معاك نسخة ابيض واسود، تمام كده. طيب وبعد كده وانت شغال اول باول حول صور الصورة بتاعتك وحولها لابيض واسود. فانت لما بتحولها لابيض واسود هتشوف الكتل، وتقارن طبعا بالاصل،
هتشوف الكتل ساعتها اللونية الأبيض ويسود بالنسبة للأبيض ويسود، مش هتقارن ألوان خالص، أنت هتقارن كتل ضوء وظل بس. طبعا أنا بستخدم يعني زي ما انتوا شايفين، أنا بحاول أنا أدرج الفازة على قد ما أقدر. الشغل اللي في الفازة بصراحة أهم بكتير جدا من الشغل في باقي الرسمة يعني. واعذروني على موضوع ان مالك بيلعب في الالوان ده، لسه هيبوظ الدنيا دلوقتي، متستعجلوش يعني. زي ما انتوا شايفين كده بياخد الالوان ويشتغل بيها. بس الله يكون في عون بصراحة الناس اللي بتحاول ترسم وهي عندها اولاد، الموضوع صعب جدا يا جماعة، بجد بجد صعب جدا. الله يكون في عونهم اللي هم بيحاولوا يحافظوا على الجزء الكويس من شخصيتهم في ان هم يقعدوا يرسموا واولادهم بيبقوا صاحيين. زي ما انتوا شايفين كده انا اديت له الالوان خالص بقى يعني. انت لو انت عاجبك الالوان والوانها وكل حاجه، يلا اتفضل خدها وانزل العب في الارض. بس هو للاسف هيرجع تاني عشان يبوظ الرسمه. ف الناس دي ليها الجنه يا جماعه والله، خصوصا لو كانوا ستات يعني، لو كانوا بنات اتجوزوا وخلفوا ولسه عندهم الموهبه وبيحاولوا يحافظوا عليها، الله يكون في عونكم بصراحه يعني. زوجتي لما بتحب ترسم يعني الله يكون في عونها يعني، بترسم على الميكرويف حرفيا يعني، بتحط الرسمة على الميكرويف وترسم على الميكرويف عشان الأولاد ما يوصلوش للرسمة يعني. زي ما انتوا شايفين انا بحط الهافتون، بعد كده حطيت الاسود، بعد كده رجعت سيحت الاسود تاني بالهافتون، وده اللي انا حكيت عليه في الخلفية. وفي طبعا احنا استخدمنا اسلوبين في التلوين، اسلوب الهافتون وبعد كده نحط الغامق، وبعد كده نسيح بالهافتون تاني، وبعد كده نبدأ نحط الإضاءات. وأسلوب تاني في التفاحة اللي أنا استخدمت الفواتح، وبعد كده بدأت إن أنا أغمقها أول بأول أو أغمقها واحدة واحدة. طبعا في ألوان مش أي حد بياخد باله منها. هتلاقوني كمان شوية بستخدم مثلا لون روز، وبدأت اللي انا استخدمه في الفازه نفسها. طب الفازه فيها لون روز ازاي وهي اساسا لونها بني؟ ففي الوان مش اي حد بيقدر ياخد باله منها، وانا اتكلمت الكلام دوت كتير جدا في الفيديوهات الخشب، اتكلمت على الموضوع دوت وازاي نفصل اللون عشان نقدر ان احنا نطلعه، وازاي نقرا اللون وازاي نطبقه. اهم حاجه بس انت لما يكون لون مش واضح قوي بلاش انت توضحه زيادة عن اللزوم أو تبرزه، دي مش هتبقى ميزة يا ابني خالص. هو اللون مش واضح أو اللون مندمج جامد في الألوان، فأنت ما تروحش تبرزه وتوريه للشخص، فدي مش أنا مش شايف اللي هي ميزة. في ناس في فنانين وخصوصا أكاديميين بيلعبوا على الحتة دي كتير جدا، بس أنا مش شايفها في أغلب الأحوال ميزة. في ساعات بتبقى ميزة بس في أغلب الأحوال ساعات ما تبقاش ميزة. طبعا جاءت لحظة الإيه الحقيقة، وملك هيروح واخد اللون دلوقتي ويبدأ اللي هو يشابط في الرسمة. الأسود الحمد لله اللي هو ما فكرش في الأسود، هو مسك اللون كذا مرة وفي الآخر سابه. طبعا خد الأبيض وهيبدأ يلون في الحتت الفاتحة، عمل لسعة الإضاءة كتر خيره. بعد كده هيعمل ايه؟ راح واخد اللون الرمادي وهيبدأ بقى يشتغل في لسعة الإضاءة ويكمل تلوين. فيعني معلش انا اسف على اللي حصل في الرسمه، بس يعني اللون اتكسر والدنيا باظت وحاجات كتير كده. نركز بقى في الرسمه. طبعا لما بحط اسود ما ينفعش اسيبه اسود صريح، فانا ببدا ان انا احط، انا زي ما انا قلت لكم ماسك الروز دلوقتي وببدا اشتغله في الحتت الفاتحه. ببدأ ان انا بعد ما بستخدم الاسود ببدأ ان انا اسيحه باللون الافتح منه حاجة بسيطة في اغلب في الرسمة يعني. في دلوقتي اللون الافتح منه هو البني، فببدأ ان انا اسيحه بالبني.
حاولت في الاخر ان انا اعمل لساعات الاضاءه، جربت ان انا اعملها بقلم بوسيكا اللي احنا استخدمناه كتير في لساعات الاضاءه، بس لقيت اللي هو القلم مش راضي يكتب كويس، فما رضيتش ان انا اكمل المغامره وقلت اكمل عادي بالصوابع بتاعتي. حاولت اصلح الغلطه ديت، للاسف ظهرت اكتر، فحاول ان انا اتجنبها دلوقتي. اللي انا حطيت اصفر، وبعد كده بدات ان انا اعمل زي ملمس او شكل الفاكهه نفسها، الخطوط اللي بتبقى في الفاكهه نفسها. بعد كده هبدا ان انا افنش وادي عمق في الحتت اللي هي كانت المفروض تبقى اغمق من كده، بظبط الخلفيه اللي كانت بتقف عليها بايديها. زي ما انا قلت من شويه، اللي هي باللونجه الرفيعه للصوابع بتتقطم بسهوله، زي ما انتوا شايفين كده. ان انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا لما شديت الاسكوتش وما موتوش كويس، للاسف الورقه اتقطعت. فهنشوف دلوقتي انا هتغلب على الموضوع ازاي، وكان هيحصل الكلام ده برضو دلوقتي، بس انا حاولت ان انا الحقها. ميزة الورقة الكانسون 300 جرام ان هي محملة، ليها سمك، بمعنى ان انا هتصرف ازاي دلوقتي. هضطر ان انا اروح واخد شال الاسكوتش خالص زي ما انتوا شايفين، واروح قاطع خالص الجزء دوت، وهبدأ الون عادي جدا ولكن حاجة حصلت ومش باينة وعادي جدا. المهم ما دام وصلك الفيديو ده، ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب للقناة، وما تنساش تتفرج على الفيديوهات القديمة عشان ما يكونش فاتك حاجة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش حاجة في المستقبل. وكنت معاكم إبراهيم أسامة من برنامج أرتاوي، وإن شاء الله هنبقى مع بعض كده أنا وإنتو وليلى ومالك الفيديو الجاي إن شاء الله. يعني أشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.